نعمان الحبيبة، وهذه الأجواء الخارجية اللطيفة والمنعشة، نحن نتواصل معكم أيضا في قهوة الصباح مشاهدينا الأحبة، والتحية لكل من انضم إلينا ويتابعنا الآن أيضا عبر تلفزيون سلطنة عمان. محطتنا الأولى إن شاء الله راح تكون عن مهرجان الخليل الأدبي لهذه السنة. طبعا هذا المهرجان من تنظيم أيضا جماعة الخليل للأدب التابعة لعمادة شؤون الطلبة في جامعة السلطان قابوس. المهرجان إن شاء الله أيضا راح يقام في الجامعة إن شاء الله يوم الأحد القادم، وراح يستمر بإذن الله إلى يوم الثلاثاء. التفاصيل ستكون مع ضيفنا الكريم مصعب بن علي الفطيسي، رئيس جماعة الخليل للأدب بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا وسهلا فيكم جميعا، سعدت بالتواجد معكم في هذا البرنامج الجميل. يا مرحبا بك يا مصعب، وإحنا أيضا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامجنا للحديث حول مهرجان الخليل للأدب. يعني الخليل الأدبي يعني ما شاء الله الجماعة لها الكثير من الفعاليات والمناشط، وفترة بعد فترة أيضا تبهرنا بالكثير من المناشط المتجددة. فمهرجان الخليل الأدبي أعتقد بنسخة متفردة ومتميزة، فما الجديد المضاف خلالها؟ بداية جماعة الخليل الأدب دائما ما نقول نحن هي مهد الشعراء وبوابة المبدعين في الساحة الشعرية العمانية. المهرجان الخليل هو يقام سنويا. السنة احنا قررنا نجيبه بحلة جديدة وبثوب مختلف لربما ما سبق حد جابه قبلنا يعني. ممتاز. فراح تكون معنا ان شاء الله اسامي جديدة على مستوى الخليج من 4 الى 5 اسامي تقريبا، شعراء خليجيين راح يكون حاضرين. نعم شعراء خليجيين راح يكون حاضرين. وكذلك هي عندنا 3 ليالي راح تكون. طبعا هي من تاريخ 24 لتاريخ 26. ممتاز. تصادف الاسبوع القادم ان شاء الله. جميل. فراح تكون اول ليله عندنا مسيه للشعر للنثر الفني. واليوم الثاني راح تكون عندنا مسيه للشعر الفصيح، واليوم الختامي راح تكون مسيه للشعر الشعبي. جميل. يعني المهرجان هذه النسخه يستضيف نخبه من الشعراء المجيدين في طبعا الساحه الشعريه. لو نذكر بعض الاسماء اللي ان شاء الله راح يتواجدوا معكم في هذا المهرجان. والله انا كنت حريص جدا اني ما اذكر الاسماء، لكن نحن نستاهل. اكيد تستاهلوا. والمشاهدين ايضا فيهم الفضول شيء كبير، فيستاهلوا ايضا نعطيهم. راح يكون عندنا الشاعر القطري في مجال الشعر الشعبي ناصر لوبير. نعم. وكذلك الشاعر خالد المحسن من دولة الكويت. سلام. وراح يكون في الشعر الفصيح الشاعر علي عكور من السعودية. وكذلك محسن الصميلي من السعودية. هذه أبرز الأسماء اللي راح تكون حاضرة إن شاء الله. وفي أسماء ثانية إن شاء الله، بس يعني خليها مفاجأة. متفاجئوا فيها إن شاء الله بإذن الله. وأعتقد هي الدعوة عامة للجميع. دعوة عامة للجميع إن شاء الله. وراح تكون إن شاء الله تعالى حاضرة في جامعة السلطان قابوس. جامعة السلطان قابوس إن شاء الله في قاعة المحاضرات واحد بالذات يعني. من الساعة 6:30 المساء للساعة 9 إن شاء الله. جميل. طيب إيش هي الفعاليات أو الأنشطة المصاحبة لهذا المهرجان؟ والله راح تكون هي مشاركة أعضاء الجماعة. راح يكون في أوبريت يعني شغالين عليه، يتكلم عن الموروث العماني بشكل عام يعني. فقرات يعني إنشاءات راح تكون في، كذلك عندنا فقرات شلة. ممتاز. وسكتش. جدول المهرجان من بداية اليوم إلى نهاية المهرجان يوم الثلاثاء. الجدول راح يكون في مثل ما قلت أنا الليلة الأولى راح تكون مسيرة للنثر الفني. بالضبط. تدخل لها طبعا فقرات تابعة لأن هذا المجال. ومع فقرة شعرية. اليوم الثاني راح تكون هي مسيرة للشعر الفصيح، كذلك في فقرات يعني مصاحبة لها. راح تكون فيه سكتش مسرحي أدبي. اليوم الختامي إن شاء الله راح يكون مسير للشعر الشعبي، راح يكون فيه أوبريت بيتكلم عن الفنون الشعبية في عمان يعني دمج. والموسيقى فقط. ممتاز. يعني مهرجان الخليل يعني من المهرجانات التي ينتظرها الطلبة والطالبات هناك بالجامعة، بالإضافة أيضا إلى المهتمين أيضا بمجال الشعر، وبالتالي يكونوا حاضرين وموجودين أساسا في مختلف قاعات التي تقام فيه فعالياته ومناشطه. فأريد أعرف من خلالك، أن يقام مهرجان بهذا الزخم وأيضا استقطاب لقامات شعرية أيضا من الساحة الشعرية في الخليج، الأهمية التي تضاف للطلبة من هواة الشعر ومتذوقيه ومن أيضا كتاب الشعر سواء كان الشعبي أو أيضا الفصيح. إحنا إذا تكلمنا عن بشكل عام عن فعاليات جماعة الخليل يعني
هي جماعة الخليج طبعا هي تراقدم جماعة في جامعة سلطان قابوس. صحيح. كنا نفتخر بهذا الشيء. فيها مهد اساسا للكثير من الشعراء المعروفين الان ومن كبار القامات الشعريه معنا في السلطنه. بالضبط. يعني كانوا من السنوات الاولى في الجامعه وهم داخل نطاق هذه الجماعه. صحيح. وربوا وترعرعوا في كيانها. صحيح. حتى نحن يعني نستمد نشاطنا هذا وحماسنا وانتمائنا للجماعه من الانجازات اللي قدموها. كانوا نفس المكان، نفس الطبيعة، نفس الإقليم. صحيح. وتوفقوا يعني، والحين احنا نشوفهم نلمع النجوم في الساحة. صحيح. ومثلوا عمان على مستوى الخليج بصورة طيبة. صحيح. جدا. صحيح. فالمهرجان أنا إذا تكلمت عن كتوفير فرصة لأعضاء الجماعة، احنا حريصين جدا أن أعضاء الجماعة تكون لهم النصيب الأسد من هذه الفعاليات. ممتاز. في المشاركات يعني بحكم أنهم يعني تسلط المرأة عليهم. أيوة. للأخذ بإيدهم في الساحة والانتقال يعني لما بعد ذلك. لذلك يعني احنا نهتم بهذه الأشياء كثير وحريصين جدا أن يكون مختلف تماما. لذلك السنة احنا اشتغلنا شغل كبير، وأنا بأمانة يعني من هذا المنبر أشكر أوجه شكر لمشرف جماعة الخليل الأستاذ موسى أحمد المحروقي، لأنه جهد وشغل جبار بأمانة قام به هذه السنة، وهو ساعدنا في نقلة نوعية يعني هذا الشيء. فالحمد لله يعني توفرت كل هذه الأشياء، وعسى ان شاء الله نطلع بصوره طيبه باذن الله. شفت عبر حسابكم في تويتر انكم دشنتوا شعار المهرجان. صحيح. ممكن تخبرني ايش هو شعار المهرجان؟ شعار المهرجان هو بالخط العربي. يعني شفنا قبل شويه ظهر بالخط العربي. قبل شويه كان ظاهر والحين هذا بالخط العربي. كانت فكرت يعني ان يكون في تدشين جديد، يعني تقريبا من 3 سنوات ما سوينا يعني شعار خاص بالمهرجان. فالسنة جينا فكرة نفس الشيء جديدة، أن يكون في شعار مستقل روحنا بشعار يعني المهرجان، فكانت فكرة طيبة يعني. نعم. الشعراء العمانيين أكيد راح يكون لهم تواجد في هذا المهرجان. أكيد راح يكون معنا الشاعر يوسف الكمالي في الشق الفصيح، وكذلك يونس البوسعيدي في الشعر الفصيح. جميل. نعم. طيب. والشعبي. وفي الشعر الشعبي اكتفينا بشعراء الجامعة. نعم. ممتاز. طيب يعني أريد أعرف من خلالك أيضا يا مصعب، يعني مثل هذه الفعاليات التي تعنى تحديدا بمجال الشعر سواء كان بشقيها النبطي الشعبي أو حتى الفصيح، كيف ترى تهافت ورغبة ولهفة وشغف أيضا الجمهور المتلقي، وأقصد هنا الطلبة والطالبات من الجامعة، لحضور مختلف هذه الفعاليات والمناشط؟ هو بمعنى كانت في البداية يعني لما احنا مسكنا الجماعة والإدارة وكذلك كان في عزوف؟ في عزوف بمعنى يعني اشتغلنا عليه تقريبا 2-3 سنوات، لأن نهاية 2014 كانت مجد احنا نقول كان للخليل. يعني كان جيل كامل تخرج فأثقل اللي بعدي. صحيح. فتمت سنتين تقريبا مثل ما تقال هذه العبارة. بالضبط. يعني الشعراء ما شاء الله الحين من ألمع الشعراء الموجودين عندنا. دارك. وصاروا ينافسوا على مستوى الخليج والمستوى الوطن العربي. صحيح. في شاعر المليون وغيرها وأمير الشعراء. صحيح. يعني نقصد منهم أول واحد أخوك منذر الفطيسن، وجه لك التحية طبعا شقيق مصعب. مشاهدينا عندك فيصل فارسي، حمود بن واق، أحمد المعمري، أشرف العاصمي، أسامي كثيرة، أنا ومازن الهدابي، أخاف أني أنسى. أسامي هذه الكوكبة يعني. ما شاء الله كانوا طلبة جماعة الخليل. بالضبط. كانوا كلهم جيل واحد. فسبحان الله كان البطحري يعني. كان البطحري كذلك، فهد الغباري، مشعل الصارمي، أسامي كثيرة بمعنى إذا عددنا. فكانوا كلهم جيل واحد، فلما طلعوا كلهم مع بعض يعني كان نفس المرحلة. صحيح. فالسنتين كانت في شوية ها، فجينا احنا الحين في جيل يعني صاعد، هي السنة تقريبا الثالثة على التوالي قاعدين نشتغل فيها، والحمد لله دائما كانت المطالبات انه تجديد دماء، تجيبوا شعراء خليجيين كذا، كان الوضع شيء مختلف نوعا ما. السنة اجتهدنا وجبنا لهم بدل الاسم 4 أسامي لا 5 أسامي. جميل. وإن شاء الله المهرجان أكيد راح يطلع كذا بحلة مختلفة بإذن الله. طيب بإذن مصعب، بما أنك أنت رئيس جماعة الخليل للأدب، بستغل وجودك ونسمع قصيدة. شيء طيب. أنا في قصيدتين حطيت بارحة في الستوري. نعم. كل حد يطلب حاجة يعني. لكن بعطيكم مقتطفين إن شاء الله. قال: ما جيت ألعب في الحياة الفانية، هي فانية وانتي عليها تلعبين، وأبشرك انتي جروحك وافية ووفى شخص مر في حياتي من سنين. الله الله. وأبشرك ان كان صرتي راضية ما عد تحبك مثل ما انتي تحبين، وان كانت آمالك بعدها غافية فات الأوان وطهريها من العين. روحي روحي بعد ما كنت جدا غالية، عندي كثير أشياء أهم منك الحين.
الله عليك. يا سلام. يعني هو شعرك هو صدى فكرك أو الحالة اليومية أو الحالة الوجدانية؟ الحالة الوجدانية. الحالة الوجدانية. كل الثلاثة بشكل عام يعني عادي. جميل. الجميل في الموضوع حتى لو لاحظتي وهو ينطق في فرق، ترى في بعض الشعراء عندهم كتابات جدا جميلة ورائعة. صحيح. ومعاني جدا عميقة لكن وصور تعبيرية أيضا، لكن للأسف شيء ما يقدروا يوصلوها فعلا للمتلقي اللي يسمع، لكن لما يكون الإحساس نابع من قلب الشاعر ويلقي بطريقة وبأداء جميل، أعتقد مباشرة الكلمات هذه تصل إلى مشاعر وأحاسيس المختلجة في نفس الشعر للجمهور المتلقي. صحيح. أعتقد توافقني في هذا النقطة. أوافق أكيد طبعاً، اللي قال 90% من القصيدة. جميل. طيب مصعب، هل أنت منحاز للشعر الحر أم أنك أنت يعني تشوف أنه كل ما شاهدت الشعر يكون بالفعل متفوق وفي أيضاً مصطلحات باللغة العربية، تشوف أنه الشعر بالفعل جميل ورائع؟ أكيد طبعاً، أنا مجال الشعر الشعبي، فنكتب الحر واكتب التفعيلة واكتب شعر النظم يعني. جميل. بس أحس نفسي يعني في الأخير تقبل الجمهور لك. أنا من الأشخاص اللي أحس أشوف شو تقبل الجمهور أكثر، أكتب ذاتي في القصيدة بداية. نعم. أنت تكتب ذاتك وتشوف تقبل الجمهور شو، بعد ذلك تستمر في الشيء اللي توصل أحاسيسك من خلال ممكن القصائد اللي أنت تكتبها. أكيد بالضبط. جميل. طبعا التحية، كل التحية لكل الشعراء الواعدين والصاعدين ما شاء الله، واللي بذلوا مجهود جدا كبير في جامعة سلطان قابوس، وخاصة انضمامهم لجماعة الخليل للأدب لربما هي انطلاقة أيضا لمشوارهم الشعري اللي نرجوه إن شاء الله تعالى أن يكون كبيرا في المستقبل. لكن مثل ما ذكرنا كوكبة الشعراء اللي ما شاء الله صاروا عمالقة الشعر عندنا في السلطنة، خلنا نقول يعني ذكرت أنت المرحلة اللي صارت ما بعد رحيلهم، ولكن ما الذي يحتاجه الآن وأنت رئيس جماعة الخليل الأدب ليستعيدوا خلنا نقول هذا المجد من الشعر ومن سبقهم أيضا من الشعراء المعروف؟ أنا بالنسبة لي حاجة يعني من سنتين كنا في هذا المجال، الشغل موجود يعني، الشغل الأعضاء حاليا والموجودين موجود والجيل موجود، لكن يبى استمرارية، مش مجرد سنة وتخفت وتطلع سنة، يبى شوية مستوى ثابت بثبات، تمشي بخطوات واثقة وثابتة. كنا السنة الماضية بمستوى طيب والسنة هاي جايين بمستوى إن شاء الله أكثر، فيبى ثبات يعني، أهم شيء تصعد وأنك تتراجع في هذا الشيء. وكذلك يعني احنا التسويق، كيف بخصوص التسويق الشاعر لنفسه؟ هل احنا محتاجين لهذا الشيء ايضا؟ أكيد. يعني ولا يكتفي فقط يعني بكتابه ابيات وتكون حبيسه الادراج؟ اكيد. انا حتى من ذا المنبر اقول يعني في شعراء كثيرين في الجامعه على فكره لكن مش منضمين لجامعه الخليل للادب، فانا ادعوهم لهذا الشيء. احنا جامعه الخليل هي توفر فرصه للظهور الاعضاء الشعراء، يعني فرصه كبيره للظهور، يعني زي امسيات اللي بتكون معنا الاسبوع القادم، في اعضاء راح يشاركوا، اسامي كثيره من الجماعه راح يشاركوا، وش مش مسيه نشوف ليها صدى كبيره الصباح على مستوى عمان، يعني سالونا كلهم جماهيريه اصلا، كيف قاعه تمتلي دائما بكره تبيها بالضبط. لذلك يعني في فرصه يعني، ونتمنى الجميع يشاركنا يعني، وكل حد يحصل فرصته. نعم. يعني تعتقد انه مثل هذه الملتقيات الادبيه والثقافيه بالفعل تعمل ممكن اثراء في الساحه الشعريه هنا في السلطنه؟ اكيد. جامعه الخليل للادب انا قلت بوابه المبدعين. نعم. وهي يعني ممتاز، وبما انها بوابه المبدعين فانت مبدع وضروري نسمع بيتين شعر بعد. فالك طيب. قال عفت المقاهي وعفت صوت المقاهي، وازعاج بعض الناس ما عدت طيقه، ساهي ولاهي ايه ساهي ولاهي، في قلب من ودعني في اول طريقه. الله الله. يقال ما تحت السواهي دواهي. صحيح. واقول ما قد قيل حاجه عريقه، لذا ما ودي ارتدي ثوب باهي، وزيف اقوالي واقول الحقيقه، امارس ظروفك على كوب شاهي، وشاهيك بارد والمشاعر دفيقه، زاهي بتجريحي ولا زلت زاهي، وتمارس غموضك بحجه صديقه، دامك بديت الحب لا تكون ناهي، ما هو بكيفك ننتهي بالطريقة. يا سلام يا سلام. صح لسانك، صح لسانك يا مصعب. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، وتحيات اكيد المخرج والاخوة والزملاء ايضا في غرفة الكنترول، ووجه لك ايضا كل التحية والتقدير على هذه الابيات الجميلة. مصعب بن علي الفطيسي رئيس جماعة الخليل للادب،
بجامعة السلطان قابوس. شكرا لك. جزاكم الله خير، ما قصرت. بيض الله وجهك. إذا احنا مستمرين متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج قهوة الصباح. إلى الأخوة الزملاء في مركز الأخبار وأبرز العناوين، وبعدها إن شاء الله تعالى سنواصل معكم، فخلوكم معنا.